أعزائي المشاهدين، أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. قامت وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتكريم الفائزين في تحدي الحد من هدر الغذاء خلال افتتاح اجتماع لجان مجلس الأمن الغذائي. ويأتي هذا التحدي تحت مظلة أنشطة الحملة الوطنية لا لهدر الغذاء، متماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للأعوام 2021-2030. هذا وقد ركز مشروعان على تحويل هدر الغذاء إلى أعلاف للحيوانات أو صناعة سماد عضوي. من جهته أكد وزير الزراعة ورئيس مجلس الأمن الغذائي المهندس خالد الحنيفات أن هدر الغذاء الذي يعادل 995 ألف طن سنويا في الأردن له تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مما يزيد من الأعباء المالية على المنتجين والتجار والمستهلكين على طول سلسلة الإنتاج والاستهلاك. ضمن هذا الجهد يسعدني أن أكون بينكم لتكريم الفائزين في تحدي الحد من هدر الغذاء، والذي يأتي تحت مظلة أنشطة الحملة الوطنية لمبادرة لا لهدر الغذاء التي أطلقتها وزارة الزراعة أواخر عام 2022 بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بهدف الوصول إلى حلول مبتكرة للحد من وتحسين إدارة هدر الغذاء وتطوير منهجيات وآليات لاحتساب هدر الغذاء واعتماد مؤشر وطني لهدر الغذاء. يسعى هذا المشروع إلى توفير عدة فرص عمل للمجتمع المحلي، ونحن نسعى في النهاية لنجعل من الأردن مركزا للبروتين. فكرة مشروعنا نحسب هدر الطعام في قطاع المستشفيات كواحد من القطاعات الصحية اللي كتير مهمة اليوم. أملنا إن شاء الله في المستقبل نفتح القطاع الريادي للأردن في مجال الريادة البيئية. مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي كرم المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جدكو عبد الفتاح الكايد الشركاء في برنامج إدارة التنوع الاجتماعي في شركات القطاع الخاص، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. هذا وقد كرم البرنامج 49 شركة صغيرة ومتوسطة من القطاعات التكنولوجية والسياحية والإنتاج الغذائي، وعقدت على هامش التكريم جلسة حوارية حول المساواة في النوع الاجتماعي. هذه البرامج التي تقوم بها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تأتي ضمن خطة الحكومة لتنفيذ هذا المحور في رؤية التحديث الاقتصادي، والحمد لله يمكن كان هناك عدد كبير من الشركات اليوم تأهلت حتى توفر الظروف المناسبة للمرأة للعمل فيها، وهذا يعطي انطباعات ومؤشرات إيجابية للمستقبل. إن عملكم ملهم لغيركم من الشركات والقطاعات الأخرى، ونأمل أن يلهم تغييراً أوسع نحو اقتصاد أكثر شمولاً وتنوع، وبالتالي أكثر ابتكاراً وربحية. شهدت أرصفة موانئ العقبة حركة مينائية نشطة، حيث رست 6 بواخر على أرصفتها تحمل أنواع مختلفة من البضائع الاستراتيجية كالحبوب والمواشي والحديد والأخشاب، وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك. بدوره أكد الدكتور محمود خليفات مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ افتتاح خط شحن بحري جديد إلى جمهورية العراق الشقيق، حيث تم تفريغ أولى شحنات المواشي على رصيف الميناء ونقلها برا من العقبة إلى العراق من خلال كبرى شركات المواشي والأغنام. احنا اليوم نستقبل عدد من البواخر تصطف الآن على الأرصفة. احنا الميناء الرئيسي بتكون من 7 أرصفة، الآن لدينا 6 بواخر على الأرصفة، منهم 3 مواشي وهذا تحضير لرمضان إن شاء الله، بالإضافة إلى موضوع الحبوب اللي ترسو الآن، وفي عنا على الجدول بواخر راح تكون موجودة خلال اليومين القادمات حتى يبقى المينا شغال بطاقته الإنتاجية الكاملة إن شاء الله. وبالأمس ترست لدينا باخرة لتاجر عراقي ويملك مزارع في مولدافيا. الحمد لله التاجر اعتمد هذا المينا العقبة كخط رئيسي له لغايات تصدير المواشي إلى العقبة. امبارح مكثت الباخرة مشان تنزل العجول والأغنام 8 ساعات فقط، هذا إنجاز يعد بالموانئ العالم، يعني هذا كان شجع الوفد العراقي أنه يعتمدوا ميناء العقبة للترانزيت لهذه النوعية من البضائع، وإن شاء الله موعدين قريبا
من البرازيل للعقبة ومن مولدافيا للعقبة ترانزيت للعراق. تواصل سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي جهودها بالتشارك مع الجهات المعنية في إزالة المخالفات من المواقع السياحية والأثرية، وذلك بهدف تنظيم الموقع والعملية السياحية والحفاظ على الإرث الحضاري والتاريخي للمدينة الوردية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. استكمالا لجهود إقليم البتراء التنموي السياحي في تنظيم الموقع الأثري، واصلت كوادر السلطة بالتعاون مع شركائها من الجهات الرسمية إزالة المخالفات في موقع البيضاء أو ما يعرف بالبتراء الصغيرة. استمرارا واستكمالا لسياسة السلطة، سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي بإعادة تنظيم الموقع الأثري، قمنا اليوم بالاستمرار بإزالة بعض الاعتداءات والمخالفات من أفراد من المجتمع المحلي في منطقة بيضة والتي تسمى ليتل بترا. الهدف منها هو حماية الموقع وتوفير منتج سياحي مناسب للسائح بما يليق في مكانة البتراء عالميا ومحليا. وتأتي هذه الحملة ضمن خطة متكاملة تسعى من خلالها السلطة للنهوض بالبتراء سياحيا واستحداث مزيد من المسارات السياحية داخل حدود المحمية الأثرية، وبما يوفر تجربة متنوعة للزوار. نسعى ونعمل حاليا على إعادة تأهيل 25 مسار سياحي جديد تهدف إلى زيادة المنتجات السياحية وإطالة مدة إقامة السائح في البتراء وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي. وأسهمت هذه الحملة بإعادة الألق للمواقع الأثرية في المدينة وإزالة العشوائيات والتلوث البصري منها، وبما يسهم بإبراز جماليات المدينة الوردية ومقوماتها الأثرية الفريدة أمام زوارها من شتى بلدان الدنيا. تتواصل حملة إزالة المخالفات من المواقع الأثرية، وذلك بهدف إعادة الألق للبتراء وبما يتماشى مع مكانتها السياحية العالمية. من البتراء زياد طويسي، التلفزيون الأردني. وإلى عالم المال والأعمال، ومن بورصة عمان، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا اليوم حوالي 3 ملايين دينار، وعدد الأسهم المتداولة قاربت على 3 ملايين سهم نفذت من خلال 2382 عقدا. أما عن مستويات الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي العام ليصل إلى 2458 نقطة بانخفاض نسبته 49%. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا اليوم والبالغ عددها 98 شركة كما إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 19 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، كما أظهرت 46 شركة انخفاضا في أسعار أسهمها. وإلى المعدن الأصفر، حيث ارتفعت أسعار الذهب لتصل إلى 2016 دولار للأونصة، وفيما يلي أسعار الذهب بالدينار الأردني كما هي متداولة في السوق المحلي. نبدأ من جرام الذهب عيار 24 وصل إلى 48.30، وننتقل إلى جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 41.10، وأخيرا جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 36.60. أعزائي المشاهدين، أسعار الذهب ننهي نشرتنا الاقتصادية. شكرا لتابعتكم، وأعود بكم إلى نورة لمتابعة ما تبقى من أخبار.